وأعلنت الحكومة اليمنية مساء يوم الأحد بشكل مفاجئ عن نقل مقر البنك المركزي اليمني من عاصمة البلاد صنعاء التي تسيطر عليها جماعة الحوثي إلى مدينة عدن التي تعتبرها حكومة هادي عاصمة مؤقتة لها، فضلا عن إعادة تشكيل مجلس الإدارة للبنك. قال محافظ البنك المركزي اليمني الجديد منصر الإقطاعي في مؤتمر صحفي عقد في العاصمة السعودية الرياض يوم الاثنين إن قرار نقل مقر البنك المركزي جاء من أجل تحرير المنظومة المالية في اليمن من هيمنة جماعة الحوثي، ولقي هذا القرار ترحيبا حارا من قبل الأطراف المعارضة لسلطة الحوثيين. بداية نهنئ أبناء شعبنا جميعا بمناسبة القرار التاريخي والشجاع من الرئيس عبد الرب منصور هادي الذي اتخذه بنقل البنك المركزي إلى العاصمة عدن، وهذا يوم تاريخي. طبعا نهنئ شعبنا اليمني ونؤيد قرار الرئيس المشير عبد الرب منصور هادي بهذا القرار الشجاع، وهنيئا للشعب اليمني جميعا. من ناحية أخرى، عبرت عديد من المنظمات المالية الدولية عن قلقها من عرقلة الأعمال الإغاثية الدولية في اليمن والذي تسبب بتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد، إضافة إلى قلق دولي من قدرة مجلس الإدارة الجديد للبنك على تنظيم الشؤون المالية في اليمن التي تدور بها الحرب. كما أشارت تحليلات إلى اختراق القرار سياسة الحيادية الاقتصادية التي كان يتمسك بها البنك المركزي منذ تجدد الصراع في البلاد عام 2014، الأمر الذي سيفاقم الخلاف وعدم الثقة بين طرفي الصراع، مما يضيف قوة معرقلة أمام الحل السياسي للأزمة اليمنية. إلا أن مسؤولا لا يريد كشف اسمه أشار إلى احتمال إعلان قرار نقل البنك إلى عدن بعد حصول الحكومة اليمنية على موافقة المنظمات الدولية والدول الغربية الرئيسية، علما أنه تم إنجاز الأعمال التحضيرية لذلك. طبعا نحن سمعنا ما جاء من قرار رئيس الجمهورية بنقل البنك المركزي إلى عدن، ولكن على ما يبدو أن هذا الملف كان ملف هام وكان له خصوصية وسرية كبيرة كانت ما بين رئيس الجمهورية وما بين محافظ البنك المركزي. كما أشار محللون إلى احتمال أن تضخ قوات التحالف التي تقودها السعودية ودائعة في البنك المركزي الجديد بعد نقل مقره إلى عدن، مما سيساعد على تحسين الحالة المالية في اليمن بشكل كبير.